صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوفوا الفيديو بتاعي. النهارده جالكم باخطاء شائعه جدا بين المصورين المبتدئين. جالكم النهارده باخطاء كتير جدا من المصورين المبتدئين معتقدينها وفاهمينها غلط جدا جدا، ودي حاجات تعمل لهم مشاكل في المستقبل ان شاء الله. دايما في كل المصورين المبتدئين معتقدين ان الكاميرا اللي ب100,000 جنيه هتطلع لهم كواليتي اعلى كبير جدا من الكاميرا اللي ب10,000 جنيه، مع انه هو بنسبة 10% عنده خبرة، فبالتالي هو ما يقدرش يريكفري كل حاجة جوه الكاميرا اللي ب100,000 جنيه. فبالتالي هو لو معاه كاميرا ب100,000 جنيه وهو 5% خبرة، فهو مش هيعرف يطلع كل النتائج اللي في الكاميرا ب100,000 جنيه. فدايما اي مصور مبتدئ معتقد اعتقاد تام ان الكاميرا الغاليه دايما بتطلع له نتيجه اكبر، مع ان هو ما عندوش خبره يطلع الكواليتي اللي في الكاميرا ب100,000 جنيه. ده مثال حي قدامكم، حد طلب كاميرا غاليه جدا جدا عشان يطلع بيها نتيجه كبيره جدا جدا، مع ذلك هو اصلا مش عنده خبره في التصوير، يعني هو ما عندوش خبره كافيه ان هو يطلع نتيجه بالكاميرا دي. فبالتالي هو خلاص هو هيطلع النتيجه اللي هو يظبط ايزو شطر وخلاص كده. لا، هو مش كده خالص، هو بالممارسه. انت لو معاك معدات بسيطه بس انت عارف امكانيات الحاجه اللي في ايدك، فانت لو معاك كاميرا ب 10,000 جنيه فانت هتقدر تطلع بيها نتيجه كويسه جدا 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 ومرضيه لاي حد يتفرج على الصور بتاعتك. بعد ما انت بتجيب الكاميرا بتاعتك وخلاص انت جبت اخر الجير اللي في ايدك، فانت تقدر تابجريد لحاجه جديده. وقتها انت تقدر تجيب الحاجه اللي تكون لازمه محتويات تفكيرك انت، فبالتالي انت تعرف تختار صح وتعرف انت وقتها هتجيب كاميرا ايه عشان هتاخد منها ايه. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه عند المصورين المبتدئين، وهي ان انا خلاص انا هبدا اخش التصوير. اول ما اخش التصوير هيجي لي 30 فرح في الشهر، كل شهر هصوره ب1,000 جنيه، فبالتالي هيجي لي 30,000 جنيه في الشهر. ده تفكير غلط جدا جدا، غلط طبيعي. انت مش هيجي لك 30 فرح، ولا هيجي لك 20 فرح، ولا هيجي لك 10 افراح، ولا هيجي لك 5 افراح، ولا هيجي لك اي حاجه. يعني يوم ما يجي لك كتير في الشهر ممكن يجي لك 5 افراح، ده يوم ما انت تبقى واو، يوم ما انت تبقى بروفيشنال. لكن اعتقادك انك اول ما تمسك كاميرا في ايدك هيجي لك عملاء كتير قوي ويطلبوك لدرجة انك توصل ل 30,000 جنيه في الشهر، فده استحالة استحالة استحالة. انا بقول لك ده من واقع خبرات ناس كتير قوي في المجال. واي حد يقول لك تعالى روح اشتري كاميرا عشان انت هتكسب منها كتير جدا جدا جدا، ده انت هتعمل السيشن ب 1000 جنيه، ده انت هجيب كاميرا وتكسب منها 30,000 جنيه في الشهر، لا ده انت هتبقى اديتور جامد. مفيش الكلام ده، بالممارسه هتعرف تجيب كل حاجه في وقتها، هتعرف انك امتى هيجي لك بادجت معينه هتعرف تستخدمها، وهتعرف انت بتعمل ايه كويس قوي. وقتها لما شغلك يبقى معروف وانك ما تحطش صورتك بلوجو والصوره بتاعتك تبقى معروفه ومين اللي مصور الصوره دي، وقتها اعرف ان انت ماشي صح. يجي صاحبك يقول لك يا عم اشتري كاميرا، ده انت اول ما تمسك كاميرا الناس هتعرفك والشغل هيجي لك وهتبقى بسم الله ما شاء الله عليك، بتعمل افراح كتير جدا جدا في الشهر وهتصور سيشنات وبارتي وقاعه وفود وفاشن وكل حاجه. ده مش صح، ده مش صح. هو اللي مش صح انك تبقى معتقد انت تصور كل حاجه دايما، بس عشان تتعلم لازم تجرب كل حاجه، تصور فود، تصور فاشن، تصور لاندسكيب، تصور اي حاجه لها علاقه بالتصوير عشان تقدر تبقى فاهم انت هتتخصص في ايه، والحاجه اللي انت هتتخصص فيها هي الحاجه اللي دايما هتبقى فيها. زي مثلا انا لما صورت فود وفاشن ولاندسكيب، بس اتخصصت في الويدنج عشان هو اللي ماشي في مصر، او انا ارتحت اكتر للويدنج فانا اتخصصت فيه. تاني حاجة اللي بيقول لك يا صاحبي ده التصوير تكة زرار، لا خالص، هو مش تكة زرار، هو تعليم سنين. في ناس بتفضل تتعلم تصوير بالثلاث اربع سنين وبالخمس سنين وبالعشر سنين عشان تطلع صورة كويسة حضرتك تشوفها، لو تشوفها تقول واو دي صورة كذا، صح ولا مش صح؟ ايوه انت كمبتدئ بتقول كده،
بتقول كده وتقول دايما ده يا عم ده انا هبدا تصوير والتصوير ده تكه زرار. لا هي مش كده خالص، التصوير مش تكه زرار، التصوير ممارسه، ودايما بنتعلم ودايما بندرس ودايما ناخد كورسات في التصوير الفوتوغرافي عشان نعمل تكوين كويس وكادر كويس يليق بالعميل اللي جابك والعميل اللي طلب انك توثق يومه. فدي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا 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 ليك، ودايما اسمك بيبقى معروف في المجال اللي انت طلعت يعني مجهودك فيه. تمام، دي كانت حلقتنا النهارده، وان شاء الله تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو متنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يظهرك كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله. سلام.